السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ بسم الاب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وتدوم فينا بركته الآن وكل أوان وإلى ظهرك الأمين. أشكر ربنا على محبته لينا باستمرار، وإن بدينا فرصة إن إحنا نكون في عمل الخير اللي أوصانا به رب المجد يسوع المسيح. وصف هؤلاء الفقراء بأنهم إخوته الأصاغر ووصانا عليهم. وأشكر قداسة البابا المعظم البابا طاووس الثاني على محبته ورعايته لينا وإرشاداته ونصائحه من جهة اهتمامنا بعمل إخوة المحتاج، بعمل احتياجات إخوة الرب إن إحنا نسددها. وأشكر نيافة الأنبا أرمية على دعوته ومحبته ورعايته لقناة ماري مرقص، وإن هو بيرعى هذا العمل في تسديد احتياجات إخوة الرب. نشكر كل العاملين في قناة ماري مرقص على محبتهم وتعبهم معنا في هذا الصباح، وأشكر الكل على دعوتهم لي للمشاركة في هذا البرنامج المبارك أتحبني. والنهاردة معنا إحدى الحالات بتاعة الأخ سعيد اللي كان ظروفه مش سامحة إن يعمل مشروع، فطلب من ربنا وطلب من قناة ماري مرقص المساعدة في هذا المشروع. فنشكر ربنا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، ربنا رتب ان قناة ماري مرقص عرضت المشروع لأهل الخير والمحبين، والناس قدموا بفرح وسرور تبرعاتهم، وتبرعاتهم عملت المشروع زي ما هتشوفوا دلوقتي. الدكان مفتوح ومليان بضاعة وهو واقف يبيع فيه. ربنا يبارك العمل ويبارك مجهودات القناة ويعوض كل من اشترك أجرا سمايا في هذا الظهر وفي الآتي. ودلوقتي هيتعرض عليكم المشروع بتاع الأخ سعيد، تشوفوه بنفسكم. ربنا يبارك في كل شيء. عيشة بالعافية على قد الحال، وفي آخر اليوم يلموا العيال ويتجمعوا بين أربع حيطان. بيت عم سعيد اللي بيتكون من 6 أفراد: أتحبني؟ راح يقرب منهم أكتر ويعيش حالتهم ويشاركهم ألمهم. بيت يعني ظروف يعني أعلم بها ربنا، مش لاقيين يعني. قلت لك ربنا هو العالم، واللي بيديني حاجه بيعيرني بيها ناس، بيبص لي بصه مش كويس. انا بحس بعد عنك يمكن لو ضربت العيار اهون من البصه بجرف كده، اهون من البصه بجرف، اهون من البصه بجرف كده. انت طلباتك ايه؟ انا عاوزه بس تعملوا مشروع لسعيد جوزك، يقدر يصرف منه على نفسه وعلي انا وعيالي، عشان ما امدش ايدي لحد اقول حد الدين. كنت طالب حتة محل الحمد لله داني اكل منه لقمه عيش، والحمد لله دان المحل الحمد لله. بشكر نيافه الانبا ارميا اولا واخيرا والبابا تودروس، ربنا يديهم الصحه ويخليهم لينا. وبشكر برنامج اتحبني وقناه ماري مرقص، وبقدم خالص الشكر لكل من خدم في البرنامج ده وساعدني.
جت حالة تانية للقناة بتاعت الأخت سمرية، والأخت سمرية دي بتشكي من مرض الكانسر اللي هو السرطان، ونشكر ربنا عملت العمليات الجراحية وعملت الكيماوي وعملت الإشعاع، ودلوقتي هنشوف الحالة ونشوف إيه احتياجاتها اللي بعد كده بعد ما نخلص، ونشوف الحالة معروضة قدامكم. مشاهدينا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أتحبني. النهاردة إحنا مع الست سمرية بنصور في منطقة أبي يوسف في الجبل في اسكندرية. ست سمرية إزاي؟ نشكر يسوع الأول كل شيء، هو واقف معايا، هو واقف معايا في كل خطوة. جاني عاية ورحت المستشفى، ودتني الست إن شاء الله يبارك لها، اتصلوني نادية عملوا لي بعد ما عملوا لي ايه العيا اللي جالك؟ ما اعرفش السرطان ولا عيا وحدها. نيس ما جالها سرطان؟ لا، ورم، حاجه زي الورم يعني في صدري. راح عملت عمليه في بتاع الاورام. عملوا لي عمليه، شلتي الثدي يعني؟ وشلته وخدت كيماوي 6 مرات، وبعدين ودوني حولون على مستشفى تاني عن ناحية مش عارفة اسمها ايه، هي دي راحت اعطوني اشعاع زي اللي يعمل كده هو في صدري الكيماوي. 15 يوم، كل يوم كنت اروح، فيش غير الجمعة والخميس فيش غيرها، دول هم اللي كنت شروها لغاية 15. وبعدين حولوني تاني، قال لي روحي تاني زي المستشفى اللي بعتتكم اللي جاي، روحي تاني. راح كتب لي البرشام شريط واحد. انت من امتى تعبانة ست سمرية؟ لي كتير، لي اكتر عن سنة. سنة حول وانا نروح المستشفى، منها الحبايب ربنا يبارك لهم ويديهم الصحة، أبونا توماس اللي في الكنيسة وأبونا جرجس ربنا يحافظ عليهم، ربنا هم كانوا يساعدوني، ما حدش غيرهم ساعدني. عيالي ربنا يخلي لي طريزة، أهو قاعدة أخذي ناس طريزة روح هاتي لي الورق. هي أنا تعبانة قعدت في البيت، قعدنا منا قالوا لنا جايين بسلامتكم، قعدت نكنس في البيت. معلش انا تعبناكي، قولي انت عندك اولادك قد ايه؟ فيش غير روماني. روماني والمرحوم ديت مينا مات، والراجل المتوفي. استني، انت عندك روماني ابنك قد ايه؟ عنده كم سنه؟ كبير زي 24 سنه، 25. والبنات قد ايه؟ كبار، اثنين متجوزين واثنين نسمه وطريزة. نسمة وطريزة العزيز معك وروماني. بس الحمد لله عليهم، ربنا يخليلكم. هما بيشتغلوا؟ بيشتغلوا. بتشتغل يا نسمة؟ لا ما بتشتغليش. ولا طريزة ولا روماني؟ ولا طريزة ولا روماني، ليه من قبل شبكة أخته ما فيش مية جاته من بره. طب انت كنت بتقولي المرحوم ابنك، هو انت كان عندك ابن وتوفى من امتى؟ بسنة، كان سنة تانية. تانية ايه؟ ابتدائي ولا ايه؟ اعدادي. بلو قد ايه متوفي؟ ليه مش عارفة والله، في الهوية بعيد عنكم اللي تارت في الزغابير والهوى اللي فوق الحيطان يوقع، هو جات طوبة في دماغه هنا اتوفى. انت ارملة يا ست سمرية؟ الحمد لله. ارملة. ما فيش اي عندك اي مصدر دخل؟ نقبضش غير انا نقبض. بتاخدي معاش جوزك قد ايه؟ جوزي ليهش معاش، ملوش. ما بتقبضي الكذب إيه؟ حرام. معاش بتاع الغلابة. يعني بيطلع لك قد ايه كل شهر؟ يطلع لي 275. ونقول لك الحمد لله انا بيهم، الحمد لله نشكر ربنا
لا يدي لينا من نروح لابونا ابونا يديني بس ما الواحد انه وش طب قولي لي بقى كملي لي بقى موضوع علاجك انت السرطان لما جالك شلتي عملتي عمليه شلت الثدي وبعدين ايه اللي حصل بعد كده بعدك دخلت الكيماوي وبعد الكيماوي خدت الشعاع ايوه على صدري وقالوا لي روحي لهني المستشفى الثاني طلعوا لي العلاج ده اه في شغله طب نجيب علاج كل ده بتجيبيه ايه بقى كل شهر ولا ايه يعني انت علاجك شهري دهات على طول مشتغلة عليه بتاع السكر علاجك شهر يعني طب بتكلف قد ايه العلاج ده ست سمرين كتير دهاتي انت تدفعي بقى ولا مين بيدفع انا ندفع بتكلف قد ايه تقريبا في الشهر انت ثلاثة العلبة علاج بس انت بتاخدي ادوية كتير او بتعدي المبلغ ده نجيب خلص البرشام رجليها مالها رجليها تبجعني ما خدتش البرشام طب انت كشفتي على رجليك يا ست سمرية كشفت عند ابونا عضاني وقال ايه قال لي ده شوية ايه في حاجة. انا كشفت كتير عليها على الركبة ركبتي ديها كان فيها يقول لي فيها مية وانا حطيت مية وغسلتها بيها خفت وراقت بقيت بركة ربنا يبارك فيك الحتة ديها اللي وقفت نحسها راح نوقع على وشي من نوقع على وشي روح ايه روح ناخد البرشام ده برشامتين برشامة بيضة وبرشامة بتاعت زيت قديتي ها هنا هاتيها كده ليش مش لا اوكي باينة باينة يعني انت كل ما بس ما بتتوجعي من رجليكي بتاخدي البرشام ده هي يباع 19 جنيه ونص الشريط شريط دي مسكنات يعني وواحدة تاني ب 35 هي دي المرة عليها وهي الحمد لله نشكر ربنا على العمل طيب نسمع قولي لي يعني انت موجودة دلوقتي مع والدتك في الشقة وانت ما تشتغليش في حاجة بتقدري تعمليها هواية معينة بتحبي تعمليها جوه البيت خياطة اي حاجة الخياطة تعرف طريدة طريدة تعرف انت بتعملي هي تقص وراها يعني ست بيت شاطرة يعني الحمد لله هتعمل كل حاجة هي نكذب عليكي اديني قاعدة طول النهار هنا يا ننام يا نقعد على هنا بس زاد عنا كده ما نطولش من مكان اروح فين لغاية المستشفى تاخذني بنتي وساعة ساعة تجيبني بالتكتك قدام الباب تسندني ندخل بيه على كده ست سمرية انت محتاجة ايه؟ محتاجة دولاب وعايزة اكمالة حاجة طريزة ودي ما معهاش حاجة بس وعايزة دولاب واحد؟ دولاب وسرير الروماني يبقى انت عايزة دولاب وعايزة سرير وجهاز طريزة في حاجة تانية نقدر نساعدك بيها؟ اللي هون يعني مثلا اللي هون عليكم فلوس ساعدوني يا ست الله انا ربنا اللي يساعدني ما اقول لك شيء معايا اخواتي ما حدش عايزين انا اروح لهم العيانه ما حدش راضي يجينا النهانه ربنا يساعدكم ويقويكم ربنا يبارك لنا فيكم ويديكم الصحه ويبارك لكم كل خطوه ليكم يحافظ عليكم ربنا ما يكفيكم شر الوحش بعد ما شفتوا الحالة دلوقتي ببركة عطاياكم وتقديماتكم الست محتاجة أولا استمرار في العلاج الدوائي بعد ما خلصت العلاج الجراحي والكيماوي والإشعاعي في علاج دوائي مستمر لأن في أمراض أخرى بتصادفها فده بيحتاج تكلفة مادية محتاجة لمحبتكم أيضا محتاجة في بيتها كما ذكرت دولاب وسرير
وايضا محتاجة ان في احد بناتها تريزا بتتجهز ومحتاجة لها جهاز عروسة، وعندها بنت تاني في البيت قاعدة وابن تاني في البيت قاعد، فدول محتاجين لمصاريف يومية، وهي مش بتاخد معاش غير 275 جنيه ما تكفاش، فمحتاجة لشهرية او مساعدة شهرية للدواء والمصاريف اليومية، وبرضو لتجهيز الاخت التانية اللي ربنا يرتب لها جواز عن قريب. ربنا يبارك في عضاياكم وتقدماتكم، وزي ما بنقول احنا اعضاء في جسد المسيح الواحد، انت شاك عضو تشاكت له باقي الاعضاء، وزي ما اوصانا السيد المسيح وقال كنت مريضا فزرتموني، كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشان فسقيتموني، متى فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. اللي بيقدم للسيد المسيح، وربنا يعوض قناة ماري مرقص اللي بتشرح لنا الحاجات دي والحالات دي، ويعوض في كل الناس اللي بيقدموا فرح وسرور، يعوضهم في هذا الدهر وفي الآتي أيضا أجرا سمائيا. اللي يحب يتبرع ممكن يتبرع على أرقام الحساب اللي واضحة قدامكم على الشاشة، وأرقام التليفونات اللي في الشاشة برضو، أو ممكن عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإيميل الخاص بالبرنامج. ربنا يبارك في كل عمل لأجل مجد اسمه القدوس. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك. مش تصوم وتوفر أكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرت. للإيداع لحساب برنامج أتحبني، بنك القاهرة، بالجنيه المصري، حساب رقم 95-501-5893، بالدولار الأمريكي، حساب رقم 95-601-371، بالجنيه الاسترليني، حساب رقم 95-602-25، باليورو، حساب رقم 95-605-110. Depositing account for Atuhibuni program, Bank Ducare, 26th of July branch or any other branch of Bank Ducare, in Egyptian pounds, account number 95/501/5893. In American dollars, account number 95/601/371. In sterling pounds, account number 95/602/25. In euros, account number 95/605/110. جميع مكاتب البريد المصري بجمهورية مصر العربية، حساب رقم 0100-11-00-130-9818. To make a deposit into all the offices of the Egyptian Post Office, account number 0100-113-00-130-0-9818.